إذا هذه جمعة في العاصمة اليمنية صنعاء. نعود مرة أخرى إلى المظاهرات في مدينة تعز اليمنية، ومعنا من هناك مراسلنا حمدي البكاري. حمدي، تابعنا قبل قليل مظاهرات تعز والشعارات التي رددت: الشعب يريد بناء يمن جديد، الشعب يريد محاكمة السفاح. دعنا في صورة مظاهرات هذه الجمعة وما يميزها اليوم. نعم، مظاهرات هذه الجمعة تبدو حافلة جدا، وربما ما جعلها بهذا الحشد الكبير هو أن رأى مقتل القذافي. هذا أعطى دفعة معنوية لشباب الثورة ولكل الثوار في هذه المدينة بأن مصير الرئيس علي عبد الله صالح كما يقولون بات قريبا، مع الحالتين بين الحالة الليبية والحالة اليمنية. هنا الحشود تتزايد بشكل رمون الأفضل المدفعي من قبل القوات الموالية للرئيس صالح، وبالتالي فإن الخطاب يتزايد بشكل أكبر من غيره في كثير من المحافظات. كما أن هناك ساحات جديدة تم افتتاحها في أكثر من ضاحية من ضواحي المدينة وكذلك في بعض الأرياف. إذا نحن أمام حالة من الغليان المتصاعد، وهذه الثورة تثبت كل يوم بعد آخر كما يرى كثير من طال الوقت الأسبوع. من الواضح أن القذافي، مقتل القذافي أعطى دفعة معنوية كبيرة لشباب الثورة، مثلما أعطى أيضا دخول الثوار الليبيين إلى طرابلس في وقت سابق دفعة معنوية. هم يشعرون الآن هنا بأن ساعة الخلاص قد قربت، وأن على الرئيس علي عبد الله صالح أن يعتبر بما جرى للزعيم الليبي، وبالتالي لا معنى هناك بالنسبة له أن يخوض حربا مع هؤلاء الثوار أو مع الجموع الشعب التي خرجت تهتز من أجل رحيله من البلاد. إذا حمدي، ماذا ينتظر الثوار اليمنيون من مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اليوم، سيصوت على مشروع قرار يدين ما يعتبره مجلس الأمن قمعا بحق المدنيين من قبل الأمن اليمني؟ ماذا ينتظرون اليوم من مجلس الأمن؟ نعم، بطبيعة الحال هناك الكثير من الأمنيات من مجلس الأمن لدى الشارع وبالتالي شباب الثورة والثوار في مختلف الساحات والميادين، لكن هناك فرق بطبيعة الحال بين الأمنيات وبين الواقع. هم يدركون بطبيعة الحال بأن الدبلوماسية للنظام الرئيس علي عبد الله صالح أجرت اتصالات عديدة ومكثفة خلال الأسبوع الماضية لتحويل للحيلولة دون صدور قرار يقضي بمعاقبة الرئيس علي عبد الله صالح بشكل أو بآخر. مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لديها من المصالح وبالذات ما يتعلق بالجانب الأمني، فإيرادها تحلق فوق الأجواء اليمنية، ولن يسمح لها نظام آخر غير نظام الرئيس علي عبد الله صالح باختراق السيادة اليمنية. وبالتالي التعويل على مجلس الأمن ليس كبيرا، ولكنهم بنفس الوقت يطالبون مجلس الأمن باتخاذ قرارات عقابية من شأنها على الأقل أن تمنع الاستخدام العنيف والمفرط لقوات الرئيس صالح ضد المحتجين والمتظاهرين، وتحت عرض ظاهرة يسر عن بلايس له على الفور. أعود إلى المظاهرات حمدي، إلى أي مدى تشعر بأن مظاهرات اليوم تحديدا، مظاهرات هذه الجمعة، تكون قد ربما أخذت مما يتوقعه البعض الدخول في حرب شاملة وتكون نهاية الرئيس على نفس سلسلة القذافي؟ هم يتمنون هنا شباب الثورة بأنه لا يتم قتل الرئيس علي عبد الله صالح على الطريقة الليبية، وإنما يطالبون ويطرحون محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح. حمدي، بخصوص موضوع الحصانة التي تبدو شرطا أساسيا من طرف الرئيس علي عبد الله صالح في مسألة التوقيع على المبادرة الخليجية، هناك إجماع أمر والتي بإمكان أن تقبل المبادرة الخليجية إذا ما كان الرئيس علي عبد الله صالح موافقا على التوقيع عليها. هو حتى الآن يرفض التوقيع عليها بشكل أو بآخر، إذا ما افترضنا أن المعارضة قد تسمح بمرور مثل هذه النقطة. أما شباب الثورة في الساحات والميادين وهم يرفضون من الأساس المبادرة الخليجية، بمعنى المطالبات الدولية التي نسمعها الآن والمطالبات من مجلس الأمن حتى ما تطرح الأمم المتحدة من بيانات أو مبعوث الأمم المتحدة
جمال بن عمر من مقترحات للخليجية الدولية لتوقيع المبادرة. نعم حمدي. في موضوع المبادرة من أساسها في سبب هذه النقطة التي تعطي الحصانة للرئيس علي عبد الله. حمدي أدعوك أن تتابع معنا الآن. حمدي نعود معا إلى العاصمة اليمنية.